Good morning, ladies. How are you? Hope you're okay. We're gonna start with the second unit, unit number 2, page 14. The title is Complementary Medicine. Is it really a solution? طبعا هاي الوحدة كاملة. It's about medicine, healthy life. Okay. فيها عن المستشفيات. رح يكون فيها عن hospitals. رح يكون فيها عن كتير أشياء بتعلق بالصحة. وفيها كتير مصطلحات جديدة ومصطلحات طبية. رح نتعلمها إن شاء الله سوا. أول إشي رح نبدأ بالvocabulary in the yellow box. Acupuncture اللي هو الوخز بالإبر اللي هو العلاج الصيني. Ailment, illness اللي هو الأمراض أوكي أو مرض. Allergy حساسية. Arthritis اللي هو التهاب المفاصل. Herbal remedy اللي هو العلاج بالأعشاب من herbs. We have homeopathy اللي هو الطب الشعبي. Immunization اللي هو تطعيم مثل تطعيم الأطفال. الملاريا. And we have the migraine اللي هو الشقيقة أو الصداع. Complementary medicine, is it really a solution? هل الطب التكميلي اللي هو بيشمل مثل الطب الشعبي يعني الوخز بالإبر الهوموباثي اللهم صل على محمد وإيش كمان والهربال ريميدي هدول هو أنواع الكومبليمنتري ميديسن إذا أنواع الكومبليمنتري ميديسن أكيوبانكتشر هوموباثي هربال ريميدي أنواع الطب التكميلي أو الطب الشعبي هلأ إحنا هون عشان نفهم الفقرة تكونوا فاهمين أول إشي عندنا أنواع العلاج للناس اللي بتستخدمه نوعين يا إما conventional اللي هو التقليدي أو non-conventional غير تقليدي هلأ الconventional اللي احنا بنعرفه تبع المستشفيات والأدوية والإبر اللي هو modern medicine أوكي modern medicine والnon-conventional غير تقليدي اللي احنا مش متعودين عليه او الناس صار فكرته غريبة اللي هو الcomplementary medicine اللي هو الطب الشعبي او التكميلي وفي منه ثلاث انواع الhomeopathy الacupuncture والherbal remedy تمام؟ عشان تكونوا فاهمين فلما تجيك مصطلح conventional اللي هو الطب العادي اللي احنا بنستعمله هلا الnon-conventional او الcomplementary medicine الطب الشعبي او التكميلي بانواعه الثلاثة هلأ لازم تعرفوا إنه in the past ولا خلينا بعدين نفهم هاي النقطة نيجي لهون complementary medicine is it really a solution okay الطب التكميلي هل هو فعلا علاج لحل المشكلات لحل لبعض الحالات المرضية we have how many paragraphs هاي الparagraph الأول this is the second paragraph this is the third paragraph وهي الparagraph الرابع وهي الparagraph number 5 the first paragraph most doctors used to be skeptical معظم الأطباء كانوا متشككين أوكي إذا كيف كان وضع الأطباء الأطباء كانوا متشككين أو شاكين أوكي about what بإيش متشككين إيش الشكل إيش الشكك اللي بدور بعقلهم about the validity فعالية the homeopathy acupuncture and other forms of complementary medicine ممكن يجيك سؤال يقولك what are the forms of complementary medicine the forms اللي هي أشكال الطب التكميلي number one homeopathy number two acupuncture و number three اللي هو الherbal remedy ما إجا مر معانا لسه okay so these are the forms أشكال الطب التكميلي إذا من إيش كانوا الأطباء شاكين وخايفين used to be كانوا شاكين used to be here it means كانوا في الماضي skeptical متشككين about the validity فعالية الطب الهوميوباثي acupuncture and other forms of complementary medicine طيب هلأ بما إنهم كانوا شاكين هلأ زمان if patients المرضى wanted to receive this kind of non-conventional treatment إذا حدا من المرضى كان عنده رغبة إنه يحصل receive it means يحصل to receive this kind of non-conventional treatment الغير تقليدي شو كانوا يعملوا هدول الناس بروح على المستشفى بياخدوا no they refers to اللي هم the patients they used to have to consult يستشير okay
a private practitioner. يعني مين كانوا يستشيروا؟ يستشيروا متمرس خصوصي. أوكي، متمرس خاص. إيش ماله هذا المتمرس؟ Who refers to the practitioner who was likely not to have a medical degree. إذن مين كانوا يستشيروا عشان يأخذوا نوع أو يحصل على هذا النوع من العلاج اللي هو غير العلاج الشعبي أو غير التقليدي؟ كانوا يستشيروا متمرس، يعني ممارس لهذا النوع من الطب. هذا الشخص المتمرس هو was likely not to have، لم يكن معه شهادة طبية. أوكي، ما عنده medical degree، يعني ما عنده شهادة طبية أو درجة في الطب. However in recent years، إذن هذا إيش يا صبايا؟ كله كان بالماضي، إنه الأطباء كانوا شاكين، وإنه الناس لما بدهم يتعالجوا بهذا النوع من الطب اللي هو الكومبليمنتري ميديسين كانوا يستشيروا ناس متخصصين أو ممارسين لهذا النوع. لكن بقول لك however it show opposition in recent years، في السنوات الأخيرة the perception it means مفهوم this type of treatment. أي type؟ إذن this refers to what؟ this refers to اللي هو non-conventional treatment. this refers to non-conventional treatment اللي هو complementary medicine. إذا كان إذا بالسنوات الأخيرة مفهوم هذا النوع من العلاج اللي هو الطب التكميلي أو الشعبي has changed، اتغير. These days، هاي الأيام، إذا من هون لهون عن الماضي، من عند recent years لآخر الفقرة عن الوقت الحالي. These days many family doctors، العديد من أطباء العائلة، لما نقول doctors معناهم معاهم شهادات طبية. Study complementary medicine alongside، إذا بدرسوا الطب الشعبي بجانب الطب التقليدي اللي هم بدرسوه اللي هم معهم فيه شهادة طبية. إذن many family doctors، العديد من الأطباء، study بدرسوا إيش؟ بدرسوا complementary medicine، العلاج الطب التكميلي أو الطب الشعبي، بدرسوه جنبا إلى جنب alongside، يعني بجانب conventional treatment اللي هو الطب التقليدي المتعارف عليه هلأ اللي هو تبع المستشفيات. And many complementary medicine، العديد من المستشارين والممارسين للطب التكميلي also have medical degrees، صاروا إيش؟ يأخذوا شهادات بالطب أو درجات طبية. يعني الأطباء اللي عنا صاروا يتعرفوا على complementary medicine بمختلف أنواعه، والمستشارين اللي بأصلاً متمارسين بالطب الشعبي صاروا يحصلوا على شهادات في الطب. This is about the first paragraph. إذن في عنا سبب التشكك إنهم كانوا شاكين، وفي عنا أنواع الكومبليمنتري ميديسن، وفي عنا طريقة التعامل مع الكومبليمنتري ميديسن in the past وin the present. Now let's move to the second paragraph. Whereas critics، أول ما تسمعي كلمة critics أو النقاد، critics it means النقاد، في ناس انتقدوا هذا النوع من الطب اللي هو الطب التكميلي complementary medicine. They used to criticize، هذا الverb من critics. Whereas بينما the critics used to say that there was no scientific evidence. إذن ليش النقاد انتقدوا الكومبليمنتري ميديسين؟ Why the critics؟ What's the reason for the critics to criticize complementary medicine؟ إيش سبب انتقادهم للكومبليمنتري ميديسين؟ نقول لك no scientific evidence، ما في دليل علمي okay that non-conventional treatment، إنه الطب الغير تقليدي أو غير المتعارف عليه، أوكي، treatment actually worked. إذا ما في دليل علمي على فعالية أو إنه صحة الطب التكميلي، يعني إنه شغال أو مش شغال، إنه صحيح بيعالج أو ما بيعالج. هلأ now هذا كان بالنسبة لرأي النقاد. Now it is more common، أوكي، الآن من الشائع for medical experts، خبراء بالطب، خبراء متمرسين في الطب العادي، okay، to recognize it means يتعرف، okay. إذن من الواضح أو من الشائع للخبراء الطب إنهم يتعرفوا على
Conventional medicine may not always be the only way to treat an ailment. يعني صاروا خبراء الطب يعتقدوا ويقولوا إنه مش دائماً الconventional medicine اللي هو الطب العادي تبع المستشفيات اللي بنحصل فيه على شهادات علمية هو الطريقة الوحيدة the only way to treat الطريقة الوحيدة لعلاج الأمراض جميعها. إذا ممكن إحنا نجرب الطب العادي نودي المريض على المستشفى وما يزبط معاه العلاج بهذه الطريقة ويزبط معاه العلاج مثلا بالوخز بالإبر ممكن يزبط معاه علاج بالأعشاب. This is about the second paragraph. إذا عندنا رأي النقاد وإنه based on what? Based on no scientific evidence. وبنيجي للميديكال اكسبرتس وبنقول إنهم توصلوا إنه مش دائما الطب العادي هو الحل لجميع أنواع الأمراض. Paragraph number 3. At a surgery in London. Surgery it means بعيادة. Okay. بعيادة في لندن. 70% of patients. كان في عنا 70% من المرضى. Okay. 70%. 70%. يعني 70% من المرضى. Who refers to patients. Who were offered. إذا 70% من المرضى اللي انعرض عليهم. Okay, offered يعني عرض عليهم the choice between herbal or conventional medicine. يعني جابوا أكتر من شخص وخيروهم ما بين إنهم علاج بالأعشاب أو علاج العادي التقليدي. قالوا لهم اختاروا بتحبوا تتعالجوا بالأعشاب ولا بالطب التقليدي اللي هو الاعتيادي تبع المستشفى. 70% اختاروا العلاج بالأعشاب. Okay, إذن بعيادة أوكي 70% من المرضى اللي عرض عليهم الاختيار ما بين الهيربل الطب العلاج أو الطب التقليدي for common complaints. من إيش كانوا هدول المرضى يعانوا اللي عرضوا عليهم هذا العرض common complaints. إيش هم الcommon complaints؟ شكاوي شائعة بين الناس. الشكوى الشائعة الناس بتشكي منها دائما. إيش هم؟ إنزامنيا الأرق arthritis التهاب المفاصل migraines اللي هي الصداع أو الشقيقة. معظم الناس بتعاني من المرق من الأرق من التهاب المفاصل ومن الصداع والشقيقة. إيش كانت النتيجة؟ chose يعني اختاروا. 70% من المرضى اللي انعرض عليهم هدول أوكي سوري مش كل المرضى كل يعني اللي عرضوا عليهم يا هيك يا هيك 70% اختاروا من chose the herbal remedy اختاروا العلاج بالأعشاب remedy it means علاج. إذن 70% من المرضى اختاروا العلاج بالأعشاب. هلأ 50% of patients هلأ نص هدول المرضى اللي اختاروا العلاج بالأعشاب 50% نصهم اللي هو 50% من هدول المرضى اللي اختاروا الherbal remedy of patients then said that the treatment helped. حكوا إنه العلاج بالأعشاب ساعدهم كتير. The treatment helped. هلأ بيجي عنا رأي دكتور. One doctor said okay عن هاي التجربة بعد ما صارت هاي التجربة بالعيادة I now consider أنا الآن أعتبر الهوميوباثي الطب الشعبي to be a viable option. إذن هلأ أنا صرت أعتبر إنه بعد هاي التجربة إنه الطب الشعبي أو التكميلي علاج فعال viable يعني فعال أو خيار متاح okay viable option فعال متاح for many different conditions لحالات عديدة okay for many different conditions حالات عدة مثل إيش including إيش هي الحالات اللي بينفع فيها العلاج التكميلي number one anxiety القلق number two depression الكآبة okay number three certain allergies اللي هي أنواع مختلفة من الحساسية. إذا سألتي عن the common complaints رح نقول insomnia arthritis migraine. إذا سألنا عن different conditions in which homeopathy is being viable نحكي anxiety depression والallergies. It provides it refers to what اللي هو الهوموباثي
It provides بيزودنا ب another option when conventional medicine doesn't address the problem adequately. إذن هو عبارة عن خيار آخر, another option, خيار آخر لما ال conventional medicine, لما الطب العادي أو الطب التقليدي ما يشخص, لا يشخص الحالة أو المشكلة بشكل كافي. لمين بنلجأ وقتها؟ بنلجأ للعلاج للطب التكميلي, أوكي؟ أو الطب البديل. هلأ paragraph number 4 إذن هون بنحكي عن العيادة وبنحكي عن بعض الأمراض الشائعة وبنحكي عن رأي واحد من الدكاترة. هلأ paragraph number 4 however, أوكي, بالرغم من هذا الحكي وبين فعالية الطب البديل وإنه لازم يعني إنه بنرجأ له لما ما نلاقي الحل, إلا إنه بقول لك الكومبلمنتري ميديسين cannot, أوكي, مستحيل, لا يمكن be used for all medical treatment, ما بنقدر نستعمل الطب البديل أو الشعبي لكل الحالات أو علاج الحالات المرضية, ما بنقدر نستعمل العلاج أو الطب التكميلي لكل الحالات أو لكل أنواع العلاج الطبي. أعطيني مثال على هذا الحكي. Explain, give me an evidence, proof. It can never substitute for immunization. عمرنا ما بنقدر نستخدم الطب الشعبي أو البديل substitute, نستبدله بالتطعيم. يعني ما بنقدر نقولهم خدوا هالأعشاب بدل التطعيم, أوكي؟ مستحيل نقدر نستبدله بدل التطعيم, ومستحيل نقدر نستبدله بدل الملاريا, أوكي؟ إذا مستحيل نقدر نستبدل الطب الشعبي أو البديل بدل التطعيم أو إن نعالج فيه الملاريا. أوكي نرجع هون. Be used for all medical treatment. It can never substitute it اللي هو الكومبلمنتري ميديسين. It can never substitute for immunization as it will not produce. مين هو الـ it اللي هو الكومبلمنتري ميديسين؟ عمره ما رح ينتج, أوكي, المضادات, أوكي, الأجسام المضادة اللي بيحتاجها الجسم للوقاية. أجسام مضادة, antibodies, مضادات needed, يحتاجها to protect, الحماية against childhood diseases, عشان الحماية من أمراض الطفولة, لأنه مين اللي بيطعم؟ الأطفال, نحميهم من بعض الأمراض. It also cannot be used to protect against malaria. إذن برضو ما بنقدر, it refers to complementary medicine. Cannot be used to protect against malaria. ما بنستعمله لنعالج ضد الملاريا. أوكي؟ إذن الباراجراف الرابع مرة تانية بنقول بالرغم من فعالية من اكتشافهم إنه الكومبلمنتري ميديسين فعال, إلا إنه الطب البديل أو الشعبي ما بنستعمله ضد شغلتين, ما بينفع بشغلتين, الإميونيزيشن والملاريا. The last paragraph, one doctor said, إذن هون رح نحكي عن رأي دكتور تاني. إحنا هون بالباراجراف الثالث حكينا عن رأي دكتور, وهون رح نحكي عن رأي دكتور تاني. One doctor said, I will always turn to conventional medical treatment first. أول إشي رح ألجأ إله, turn on, يعني يلجأ إله. إذن أول شيء رح يلجأ له, رح يلجأ للطب التقليدي اللي هو الطب تبع المستشفيات. أوكي؟ First, لماذا؟ Why? Why he has to turn on first to the complement, the conventional medicine? To ensure, عشان يتأكد that no underlying condition is missed. عشان يتأكد إنه ما في بعض الحالات المخفية اللي إحنا ما بنشوفها قدامنا تكون مثلا مخفية, فهو مش عارف هيقوم يستعمل لها علاج complementary medicine ويضيع المريض أو يمرض بزيادة أو تدهور حالته. إذن why he always will turn to conventional medical treatment first, to ensure, يتأكد, no underlying condition, ما في حالات خفية missed, إنها راحت عليه أو ما انتبه عليها. However, the idea of complementary treatment is no longer an alien. بالرغم من هيك, إلا إنه فكرة الطب التكميلي هي ليست غريبة, ليست فكرة غريبة, concept, it means فكرة أو مفهوم.
In my opinion, هذا الدكتور بيقول, my refers to the doctor, it, okay, it should work alongside with modern medicine. So it refers to modern complementary medicine. إذن يجب أن يعمل الـ complementary medicine alongside, جنبا إلى جنب مع الطب الحديث وليس عكسه. Okay, مع الطب وليس عكسه. It refers to modern medicine. هلأ نيجي هون. طبعا مثل ما حكينا أنواع الـ treatment, okay, اللي هو conventional اللي هو الطب التقليدي, مستشفيات, والنون conventional غير التقليدي اللي هو الكومبلمنتري ميديسين, الطب الشعبي أو البديل. الطب الكومبلمنتري ميديسين different types, homeopathy, acupuncture, herbal remedy. هلأ بدي إياكم تعرفوا إنه in the past كان private practitioner, متمرس خاص, هذا للكومبلمنتري بمارس الكومبلمنتري ميديسين. ورقم اثنين إنه هذا البراكتيشنر ما كان, he didn't have medical degree, ما عنده شهادة أو درجة علمية أو درجة طبية. هلأ هذا it was in the past. Now practitioner, okay, هو بمارس الكومبلمنتري ميديسين جنبا إلى جنب alongside with medical degree. صاروا الممارسين للطب البديل, okay, يحصلوا على شهادات طبية, وصاروا الدكاترة, okay, study complementary medicine, بدرسوا الطب البديل. هلأ نيجي لهاي المايند ماب about complementary medicine. The first paragraph كان عبارة عن complementary medicine in the past, okay, وبعدين في عنا about now, وعندي types of complementary medicine اللي هي أنواع complementary medicine الثلاث. Number two about the critics, النقاد شو كان رأيهم وليش هيك بنتقد الطب, وكان في no scientific evidence, وبرضو كان في medical experts إيش حكوا. أوكي هلأ number three كان فيها about the surgery اللي هي العيادة والتجربة اللي أجروها, وقديش النسبة إنه 50% كان قالوا إنه نجح العلاج بالطب التكميلي, وذكروا كمان عن the common complaints, الشكاوي الشائعة اللي بيعاني منها الناس, وحكوا عن the opinion of a doctor, رأي دكتور بعد التجربة. هلأ paragraph number four إنه بالرغم من فعالية الطب التكميلي إلا إنه not for all cases, ما بنقدر نستخدمه لكل الحالات المرضية. مثل إيش؟ مثل number one الأميونيزيشن, number two ملاريا. The last paragraph it's about the opinion of a doctor, رأي دكتور تاني إنه أولا رح يلجأ للconventional medicine للطب التقليدي, بعدين رح يروح على الcomplementary medicine, وذكر إنه لازم الكومبلمنتري ميديسين work alongside with conventional, إنه يعمل جنبا إلى جمع الكونفنشنال ميديسين, not against it. أوكي؟ يعطيكم ألف عافية.